ده والحاج جابر واولاده اللي متصدره كل قنوات البحث على اليوتيوب المصري واعتقد العربي كمان، وده لاهميتهم ولشعبيتهم وجمهورهم الجارف. طبعا احنا الناس كلها منتظره ايه الاحداث، وهل هي هتتصاعد زي ما كانت بتتصاعد المشاكل او هتهدى، وده اللي احنا قلناه في حلقه امبارح. هنتكلم عن طلبات ابو زياد وطلبات عيله الحاج جابر، ورأي ده في طلبات ده ايه والرأي ده ايه، وهل وصلوا الحل او مفيش حلول وهيستمروا في الحرب ما بينهم. مبدئيا كده كان ابو زياد قال انا ليا عده طلبات، مقابلها ممكن اتنازل عن كل القواضي وابدا صفحه جديده مع اهلي وعيلتي. وشفناه في الحلقه امبارح اتكلم كلام متوازن جدا عن الحاج جابر وعن الاسره وعلى قد ايه ان هو بيعزهم وان ما بينهم كل ود، وما كانش يحب ابدا ان المشاكل الخاصه تتصاعد بالشكل ده. طيب يا ابو زياد، هو اول ما جالي كان جاب لي عده محاضر قواضي هو عاملها، قواضي في بحث انترنت، قواضي في عده اقسام، في قواضي معموله ضده برضه، والمفروض كنا هنشتغل على القواضي دي، وقواضي جديده كان جاب لي فلاشات عايز يحرر بيها محاضر. وزي ما قلت لكم لما محمود كلمني وتوسمت فيه انه راجل وقد كلمته، انا محمود له ما له وعليه ما عليه، ولكن اللي انا شفته ما اقدرش اقول غيره. انا ما شفتش منه غير كل احترام وادب ورجوله في المعامله. فانا ما بطبلش لحد، ويعلم ربنا ان انا بقول الحقيقه. المهم نخش في صلب الموضوع. طيب محمود كلمني، فيا ابو زياد محمود الراجل مد ايده بالخير وقال لي ده هو كان بيفكر اكون المحامي بتاعه من 15 يوم، كان بيحاول اتواصل معايا عشان ياخد رايي في عده حاجات قانونيه، بس للاسف انا معيش رقمه وما كنتش برد، ولكن وصل ليوسف وما كانش يعرف ان انا بقيت المحامي بتاعك. والراجل بيتكلم بكل هدوء واريحيه في غيابك، فايه رايك ما نحل سلمي؟ قال لي وانا اقرا الحل السلمي ده؟ انا بحسب ان هم رافضين حلول. قلت له لا، ده الراجل بيحسب ان انت اللي رافض حلول. طب ما نقرب وجهات النظر، انت عايز ايه يا ابو زياد؟ قال لي انا مش عايز حاجه، انا عايز اشوف ولادي. قلت له طيب ايه الشرط التاني؟ زي ما الناس بتقول ايه شروط ابو زياد؟ لا، انا عايز اقول لكم هو الطلب التاني، العيله محدش بيتشرط على حد، وهم كلهم عيله واحده، فهي طلبات هنا مشروعه وطلبات هنا مشروعه. ايه الطلب التاني؟ طلب لو يعني قلت عايز اشوف ولادي، ماشي، وده طلب مشروع. الطلب التاني ولادي غلطوا في حقي لازم يعتذروا لي، طلب مشروع يا ابو زياد ومن حقك. ايه تاني؟ عندي مخالفات على الفيس وفي محاربه في اكل عيشي، انا عايزهم المخالفات دي تتشال، انا عايز اكل عيش اسدد الديون اللي عليا واعرف اقف على رجلي، طلب مشروع برضو يا ابو زياد. في حاجه تاني انت عايزها؟ لا بس كده. طيب يا محمود، احنا عايزين ابو زياد يشوف ولاده اسبوعيا. طيب وايه كمان؟ والمخالفات اللي على الفيس تتشال، واللي على اليوتيوب المخالفه تتشال، والحرب اللي على التواصل الاجتماعي تقف بالنسبه للمخالفات، وبالنسبه للحرب تحت الترابيزه زي ما بنقول بالبلدي. وكمان الراجل بيقول مش عايز غير الاستقرار والامان ومش عايز حروب معاكم. وعرضت عليه الشروط كلها، قال لي طيب اللي ملوش كبير بيشتروا كبير، انا رايح للحج ولاخواتي هنقعد كلنا وهعرض عليهم طلبات ابو زياد، بس زي ما هو ليه طلبات احنا لنا طلبات. قلت له والله نسمع. قال لي بس مبدئيا انا شايف ان طلبات ابو زياد من اعتذار ولاده لي، او من ان هو يشوف ولاده، او من ان هو مش عايز مشاكل في القنوات، كلها طلبات مشروعة. انا عن نفسي كمحمود موافق، ولكن احنا كعيلة بناخد رأينا كلنا، انا بحكي لكم بما يرضي الله، واهمنا الكلمة الاولى والاخيرة فهي الوالدنا الحاج جابر، كله بيقول رأيه ولكن الرأي الاخير للحاج جابر. انا احترمتهم الكلام ده، فانا يا سيادة المستشار ما اقدرش اقول لك كلمة
وارجع اصغر فيها. قلت له لا، انت لو صغرت فيها كده انت بتعمل معايا مشكله شخصيه، خد وقتك يوم ساعه سنه، ولكن لما تلتزم بحاجه لازم تكون معايا قدها عشان نفضل الاحترام متبادل ما بيننا. قال لي ماشي. اتصل عليا اثناء الحلقه بتاعت ابو زياد، ولكن انا ما عرفتش ارد عليه. بعد كده هو مشغول وانا مشغول، ما عرفناش نتواصل. تواصلنا النهارده برضو عن طريق الواتس، لان ما عرفناش نتكلم تليفونيا. برضو هو مشغول في مزرعته وانا مشغول ما بين المحكمه وما بين صحابي وما بين الشغل وما بين اليوتيوب. فمهم قال لي كلام يعني غريب جدا. قال لي يا سياده المستشار، احنا قعدنا واتكلمنا ووصلنا لحلول. يا ريت حضرتك توافق عليها. وابو زياد قلت له اتفضل، لو في الامكان هنقول لك موافقين، مش في الامكان هنقول لك والله مش موافقين، واذا فكل واحد ياخد طريقته في حقه. طيب ايه؟ قال لي والله بالنسبه للاعتذار، كان هو محمود قال لي، هو واحنا بنتكلم في الاول قال لي زي ما احنا ولاده يعتذروا له وهو ابو زياد عايزنا نعتذر له، احنا كمان هو غلط في حقنا وعايزينه يعتذر لنا. قلت له ماشي. ده في بداية الكلام. لما قعد بقى مع الراجل الناضج، اصل الكبير برضو بيبقى ليه حكمة وليه نظرة ابعد من محمود وابعد من حمدي وابعد من حسن وابعد من محمد ويحيى. قال ايه بقى الحاج جابر؟ قال انا شايف اني ابو زياد راح ولا جه فهو اخوكم، فاحنا لا نعتذر له ولا يعتذر لنا، ده اختلاف وسوء تفاهم ما بيننا. بصوا الكلام زي ما بقوله لكم اللي اتنقل لي بالحرف. نعتذر ايه؟ هي حرب ما بيننا؟ ده سوء تفاهم. هو عايزنا يا عم نعتذر، نعتذر له، لكن احنا مش عايزين نعتذر، ده ابني. الراجل كلامه زي الفل. طيب ايه تاني المطلوب؟ قال كل المطلوب كان ابو زياد قال يطلعوا معاهم لمده الايام الجايه دي لغايه لما الدنيا تهدى، يوقفوا الاول طلوع معاهم الشهر ده وبعد كده يبقوا يطلعوا. رد الحاج جابر برضو وقال ايه؟ قال لا، اللي يحكم عليهم ابوهم، وطالما ابوهم مش هاضم انه يطلعوا معانا الايام دي او مدى الحياه وعايزهم يركزوا في دراستهم، فكلام ابو زياد اللي يمشي. واقسم بالله بنقل لكم الحقيقه بحذافيرها. يعني ايه يا حاج جابر؟ يعني الاولاد مش هيطلعوا معانا ولا معاه زي ما طلب هو، ومش هيمشي كلامك يا محمود في انهم يطلعوا معانا، لا ابوهم اللي يقول. طالما رفض هنا وهنا وعايزهم يركزوا في المذاكره فاحنا دي حاجه تفرحنا، ما تزعلناش. قد ايه راجل محترم وقد ايه احترمته من ردود افعاله. اصبح هنا ظهور الاولاد مش هيظهروا ولا مع ابو زياد ولا هنا على الاقل الفتره دي، دي حاجه كويسه. اعتذارات للطرفين، قالوا كفايه ان احنا نقعد في مكان واحد وده معناه ان احنا رجعنا عيله واحده، مش محتاجين اعتذارات. وده برضو كلام محترم من راجل عاقل محترم. الراجل انا بحترمه بافعاله مش بصرصره كلامه، والراجل افعاله تدل ان راجل راكز ومحترم. طيب ايه النقط التانية اللي اتكلم فيها؟ قال هو دلوقتي القنوات هتقف، ولكن يا سيادة المستشار هو المفروض يكون ملتزم بمصاريف ولاده، وده برضو كلام مشروع ومحترم. قال لي، قلت له يعني زي كام؟ قال لي لا يا سيادة المستشار، انت زي ما انت المحامي بتاعه ويخصك احنا برضو نخصك وبنعتبرك اخونا الكبير، واذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل، وانت عندك اطفال، شوف في سنهم ده يحتاجوا مصاريف ايه. واقسم بالله لو قلت 10 جنيه مش هقول لك لا خليهم 12، ولو قلت مليون جنيه مش هقول لك لا خليهم مليون و100،
اللي هتقوله احنا موافقين عليه، ولكن بعد اذنك اللي احنا هنلتزم بيه معاه هيبقى موثق بورق، واللي هيلتزم هو معانا يبقى موثق بورق. ولكن هو امكانياته يصرف على الاربع اطفال 10 جنيه في الشهر، اللي هو يأثر فيه احنا هنكمله. يعني لو مصاريفهم 100 وهو بيقول مش هقدر اصرف الا 10، فدي مش هتكون عقبه بالنسبه لنا، دول ولاد اختنا يعني ولادنا. اللي هو مش قادر يدفعه احنا هندفعه، بس على الاقل يبقى ملزم انه بيصرف على اولاده ولو بالقليل، وهم هيصرفوا كتير فاحنا نصرف الكتير، ولكن يبقى ملتزم ولو بجزء. واظن ده كلام ما يزعلش اي حد، ولا ابو زياد ولا الحاج جابر ولا اي حد من المتابعين، ولا في شروط ولا في اي حاجه، طلبات مشروعه هنا وهنا ومن حق هنا وهنا. طب بالنسبه انه يشوف ولاده، قال لي لا ده مش يشوف ولاده بس يوم معين، ده يشوف ولاده اي وقت، بس هستاذنك لان انا مش قاعد مع الحاج والحاجه يبلغني قبلها بيوم، وكمان لو عايز ياخدهم ويخرج ياخدهم ويخرج، ده ابوهم. طب انا ارد عليه اقول له ايه؟ لا عايزين نمسك في خناق حضرتك، لا عايزين نغلط في حضرتك، عشان المتابعين اللي بتقول لا ده عمل له غسيل دماغ، لا ده مش عارف ايه. طب ناس بتقول لك الكلام ده، طيب خدوا اللي جاي. قال لي احنا هنيجي لحضرتك يوم السبت وهنجتمع كلنا بالحلول دي، وهنصور فيديو عند حضرتك واحنا قاعدين، وهنصفي الموضوع خالص، وهيكون انا عاوز مشاركة كلمة انا وابو زياد والاستاذ رفيق